وللتفصيل في هذا الموضوع معنا من القنيطرة موفدة قناة ميديا ان تي في إلى هناك الزميلة مروة بن حليمة. أهلا بك مروة. إذن أهلا بك رجاء وأهلا بالمشاهدين الكرام. مرحبا بك. إذن مروة، انتقلت إلى القنيطرة من أجل لقاء أسرة الطفلة المختطفة في حادث مؤسف، لكن لحسن الحظ انتهى هذا الحادث بإعادة الفتاة إلى حضن أبويها وأيضا توقيف المشتبه فيه. الأكيد مروة الآن أن لديك الكثير من التفاصيل التي ستطلعيننا عليها وتوفين المشاهدين بها بشأن ملابسات حادث الاختطاف وأيضا مختلف المراحل التي عاشتها الأسرة إلى حين تسليم هذه الطفلة لأبويها. أي جديد لديك مروة بهذا الخصوص؟ إذن من أمام منزل هذه الطفلة بحي العلامة بالقنيطرة ننقل لكم أجواء الفرح والبهجة والسرور. يعني بعد عودة هذه الطفلة أمس على الساعة 6 مساء لأحضان العائلة، يعني في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة. إذن للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الحادث المأساوي تحضر، يسعدنا أن أستضيف معي أم يعني الطفلة حنان. حنان ما ربي يخليك. حنان، يعني كأول سؤال، كيفاش لقيتي الخبر ديال يعني الاختطاف ديال الطفلة ديالك؟ وأنا كنت جالسة جات بنت خويا قالت لي راه بنتك دا واحد السيد هي هذيك. مشيت نجري للمنزل ديالنا ما لقيتهاش، مشيت للغابة كنجري حفيانة، دخلت الغابة كنجري قلبت الغابة كاملة أنا وواحد جيراننا خويا قلبناها كاملة ما لقيناش. جيت عند مول الزريعة اللي شرى لهم من عنده الحلوى، بنت خويا قالت لي راه دانا عند واحد مول الزريعه شرى لينا الحلوى. تنشوف السيد تمايا شرى لهم الحلوى، شرى ليها الحلوى داك الشيء وزاد بها من يديها. تم مشينا فاش قلبنا في الغابه ما لقيناهاش، طلعت للشرطه درت ديكلاراسيون بان بنتي راه تم الاختطاف ديالها. تم رجال الشرطة قاموا بالواجب ديالهم في ظرف 5 دقائق، قلت لهم شكون وشكون، خرجوا تم خرجوا تيقلبوا. يعني بعد هادشي كامل يعني كيفاش كانت الأجواء هنايا في المنطقة؟ ما نقولش كي كانت. رجال الشرطة قاموا بالعمل ديالهم زعما على أحسن ما يرام، ما تعطلوش بالزربة، الحي ديالنا كامل ما نقولكش كلشي تقلب، الماطر كتشوفي الماطر الطوموبيلات كلشي تيقلب، شي تيقلب الفوق شي تيقلب لتحت، الحي كله تقلب، الغابه كلشي تيقلب، الناس يقلبوا بكبيرهم بصغيرهم. يعني من بعد هذه الاحداث هذه كامله كيفاش كان اللقاء الاول بينك وبين الطفله ديالك مور ما هادشي كامل ما عشتو؟ واش نقول لك، تلاقيت هي في واحد الحاله ما نقولكش كي دايره، متاثره وانا ما كنت متاثره، شديتها على النقصه بقيت صافي كنطبطب عليها وصافي ما سولتها لا حتى حاجه. يعني الدور ديال الاعلام كيفاش شتيه البارح يعني في المنطقه ديالك؟ قبيله تحدثنا ان كل شيء كان حاضر، كل شيء كان متاهب باش انه يقلب على هذه البنيه. ما نقول لك، رجال الامن غاديين جايين بالماطر، الحي ديالنا بالماطر على رجليهم، كل شيء تيجري كل شيء، ما نقول لك حتى واحد ما جلس، بالكبير بالصغير ورجال الامن الله يجازيهم بالخير، زعما حتى هما ما نقول لكش ما جلسوش. هذا شنو نقول لك، الكبير ديالهم بنفسه غادي يجي تيقلب، غادي يجي ما جلسش. يعني كاخر سؤال، شنو هي الحاله النفسيه ديالك دابا وشنو هي الحاله النفسيه ديال بنيتها؟ واش نقول لك، بنتي متاثره، البارح في الليل نعست كتنوض تتغوت تتعنقني تتقول لي ماما عيد بحني، وانا انتم كتشوفوا باقا متاثره، جاتني بحال الصدمه بحال هذا. واش نقول لك، انا ما كرهتش يدعموني ويدعموا بنتي يعني شكرا لك حنان. نتمنى كذلك أن تتحسن الحالة الصحية لأفراد أسرة هذه الطفلة التي عاشت يعني 24 ساعة يوما كاملا في أجواء يعني صعبة. أود أن أذكر في النهاية بأنه حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت عملية استغلال المعطيات التعريفية للمشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة من تحديد مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه
ابنه والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر. العملية يعني استدعت تدخل عناصر الدرك البحري من أجل توقيفه، كما أوضحت كذلك عملية تنقيط المشتبه به بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وكذلك السكر العلني وأيضا الهجرة غير الشرعية. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات اختطاف هذه الفتاة القاصر. طيب، شكرا لك. نشكرك جزيلا مروة بن حليمة مفادة قناة ميدي ان تي في إلى القنيطرة، نشكرك على كل هذه المعطيات والمستجدات، ونشكر أيضا ضيفتك الكريمة.